اللي يخصنا بقى في الموضوع ده، او يعني عشان نبدا نربط الخيوط ببعض، انا عندي البحر الاحمر ومضيق باب المندب وايران موجوده، الحوثيين موجودين في اليمن، في تواجد في حزب الله في لبنان، في تواجد في سوريا. احنا شايف ايه اللي ممكن يمس مصالحنا كمصر؟ هو طبعا انا عايز اقول للناس عشان في شويه قلق كده موجود، يعني لمسته من بعض التعليقات وبعض التساؤلات. بص، احنا كمصر في عندنا مصالح حيويه حرجه جدا، اللي هي محيط دايره المحيطه بينا على طول، ليبيا والشرق والمتوسط والسودان وسيناء واسرائيل وغزه، وطبعا السعوديه لانها على حدودنا، والاردن الى اخره. الدايره دي كده هي بكل مشاكلنا احنا قادرين نتعامل معها بشكل فعال، بما في ذلك ليبيا. يعني لو حبيت تسال اقول لك هندخل على ليبيا، انا بخلص يعني من الشرق للغرب يعني. فيعني بس الفكره انه يعني احنا في وضع معقول جدا، والحمد لله القياده مش متهورة، في حكمة، في تروي، في دراسة، في مؤسسات كتيرة شغالة، في كلام من الخارجية وكلام المخابرات وكلام من الأجهزة المختلفة، ففي النهاية في تقدير موقف سليم. وبالتالي انت بتلاقينا حركتنا أحيانا حتى التعليق اللي صدر مننا تحس ان هو كلام عام بايخ ناعم ساذج، كاد الناس يعني كده ايه ده، بس هو ده المطلوب. يعني في بعض الاحيان الصمت فعلا. البعض علق على اجتماع المجلس الامن القومي المصري انه كان في كلام عن اثيوبيا والميه وليبيا ومواضيع كتير، الناس اعتقدت ان ده نوع من تهوين القضيه. لا، هو انت لازم تكون عارف ايه اللي يتقال جوه الاوضه وايه اللي يتقال بره الاوضه. يعني في حاجه بسمها كيتشن سيج، وفي حاجه اسمها اللي هو المطبخ، يعني مرحلة المطبخ، وفي حاجة اسمها الثياتر ستيج، مرحلة المسرح. يعني لما اطلع على الجمهور اقول له ايه، بس انا جوه بعمل ايه. ففي ناس ما بين هنا وهنا، يعني قصدي مش كل اللي بيتقال جوه يتقال بره، ومش مفروض ان احنا ندغدغ مشاعر الناس. احنا ما بندغدغ مشاعر الناس بتيجي على دماغنا. يعني الفترة الناصرية اعتقد كانت تجربة سيئة جدا، ان احنا يعني قلنا كل الكلام الحلو وخدنا على دماغنا اقصى مما يعني بما لا يليق بالجند المصري، لان يعني خطأ كبير عند القيادة. وده بالعكس اللي حصل بالظبط بقى من الرئيس السادات واحنا ماشيين دلوقتي، اللي هو لا احنا نتكلم الكلام المعقول المتزن، اعمل اللي عايز تعمله بس ما تقولوش. يعني في حاجات كده اعملها ما تقولهاش، يعني انما مش تقعد تقول 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 وتجيب الدنيا والشرق والغرب يضربك وانت قاعد. طالما جبت سيره اللي بيقول أردو